صباح الخير لي زامي، بدينا الصباح ديالنا بهذا الفطور الشمالي. من بعد مشينا للمرسى ديال الجبهه، كرينا قارب ب 150 درهم اللي غادي يدير بينا جوله في مغارات وشواطئ الجبهه. وبالنسبه للقارب يمكن لي يحطكم في اي بحر بغيتو حتى تدوزوا النهار ديالكم ويعاود يرجع ليكم. ونبداو باول شاطئ اللي هو مرسى الدار، شاطئ اللي زوين بزاف وغادي يعجبكم. كيف ما شفتوا معنا هذا بلاج مونيكا الكبيرة وحده بلاج مونيكا الصغيرة، اللي كيفرق بيناتهم هاد الصخرة اللي غادي تشوفوها معنا. من بعد اتجهنا لمغارة عبد الكريم الخطابي اللي العمق ديالها 24 متر واللي كان المنظر ديالها ساحر من الداخل. نخليكم مع هذا المنظر. Voilà, rebonjour les amis. Donc voilà, finalement, on a le local de la Bahar, Smitou, le Hwab. Donc vous avez plusieurs activités pour le bureau à Naya. Le Mahatayar. Bonjour les amis, donc voilà, donc on a rajouté une belle jiba, donc on a fait le carajé une jiba, donc inchallah, donc on dirait direction de l'tiqat inchallah. Voilà, comme elle, on est comme un mandar raé. الى هنا غتكون سالات الرحله ديالنا في الجبهه. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم كومونتير وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم.